بعيدا عن الأوقات المخصصة للتدريس وفي وقت انتشرت فيه دروس الدعم بأسعار باهظة، بادرت الأستاذة هاجر من قسنطينة بتكريس جزءا من وقتها لتلقين التلاميذ دروسا في مادة اللغة العربية بصفة مجانية ولمختلف الأطوار. الفكرة تراودني منذ سنوات، ولكن حبيت نجسدها هذا العام على أرض الواقع، لأنه بحكم أنني أستاذة لغة عربية أنا مطلعة على مستوى التلاميذ في هذه اللغة، ومستواهم ضعيف جدا يعني. فحبيت نقوم بهذه الورشة كي أساعدهم في تحسين مستواهم وتقوية نقاط ضعفهم في النقاط الأربع التي أسلف ذكرها، وهي الخط والقراءة والإملاء والتعبير. لماذا؟ لأنه العديد من التلاميذ، أغلبية التلاميذ تقريبا، تلقى حافظ الدرس ولا مستوعب الدرس، ولكن يجيب بطريقة خاطئة أو لا يستطيع قراءة نص السؤال، وبالتالي لا يتحصل على العلامة التي يستحقها. مبادرة لاقت تفاعلا كبيرا من طرف التلاميذ نظرا لطريقة تحفيزهم التي تساهم في بناء جسور تواصل بين المعلمة والتلاميذ من أجل تحسين مستواهم قدر الإمكان. انا خشيتها ما خشيت على والو، قلت لها شكون الفئه اللي راح نقيسوا؟ قالت لي راح نقيسوا الفئه المعوزه، الناس اللي ما عندهمش. قلت لها مرحبا بك، قلت لها يسلك ولا مسلك؟ قالت لي مجانا. قلت لها كانت مجانا، الابواب تاع الدوله مفتوحين ان شاء الله. هي طريقه بسيطه ولكن تلاميذ يعني تحفزهم كثيرا، وهي عباره عن قصصات صغيره اكتب عليها بعض الكلمات المحفزه، مثلا انا واثقه من نجاحك يا بطلي، انت تستطيع ان تحسن مستواك، انت بطل، انت اميرتي، انا واثقه من انك ستحققين نتائج ايجابيه مستقبلا. فالتلاميذ هذه الكلمات تدفعهم يعني لتحسين مستواهم. يعني انا احاول الاخذ بيد تلاميذي الى بر الامان، انا احاول ان اساعد تلاميذي في ان يحبون لغتهم ويفتخرون بها، واحاول ان اعلمهم دينهم واجعلهم يفتخرون بانهم مسلمون. يعني لفتة إنسانية من أستاذة تجسد اسم معاني التفاني والعطاء في مجال التعليم، كيف لا وهي من تحمل رسالة نبيلة تبني بها أجيال المستقبل.